أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا الثورة. نرحب بكم وكل عام وأنتم بخير، ونبدأ حلقتنا بالترحم على أرواح الشهداء، شهداء الثورة السورية. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ هيثم المالح، المحامي المعروف، وسنطلب منه أن يعطينا شهادته على العصر الذي عاشه منذ ولادته عام 1931 وحتى بدأ الثورة السورية وأيامنا هذه التي نعيشها، وإن شاء الله سنرى النصر قريب، سيرى النصر قريب في عينه بإذن الله. مرحبا بك أستاذ هيثم المالح. أهلا وسهلا ومرحبا. ولدت عام 1931 في بيت دمشقي. نعم. هل لك أن تعطينا فكرة عن العائلة والبيت والمنطقة التي ولدت فيها؟ طبعا أنا ولدت في حي سوق ساروجا، من الأحياء القديمة في دمشق المعروفة، ونشأت طفولتي تقريبا السنوات الأولى في تلك المنطقة. طبعا لم أكن أعي إلا ما يعيه الأطفال. حي سوق ساروجا يتوسطه ساحة ليست صغيرة لا بأس بها، في وسطها كباسة من أجل استخراج مياه عين فيجي. في ذاك الوقت لم يكن في البيوت مياه عين فيجي، هناك مياه تأتي من نهر بردة. لكل حي ما يسمى الطالع، يسمونه الطالع. الطالع عبارة عن أنبوب قطره تقريبا 5 إنش أو أكثر، تصعد فيه المياه، مياه نهر بردة، إلى حوض مقسم أقسام عديدة. لكل بيت قسم خاص، يعني هو قد يكون نهر بردة من أدق أنهار العالم استثمارا. نهر بردة يتفرع إلى 7 فروع يغطي دمشق بكاملها، فتأتي هذه المياه عبر أنابيب إلى كل حي من الأحياء. طبعا حي سوق ساروجا عبارة عن منطقة فيها تتضمن عدة أحياء، في مقدمة كل حي يوجد هذا الذي يسمونه طالع، يعني أنبوب هو طالع صاعد إلى الأعلى، وكما قلت هناك حوض مقسم أقسام صغيرة تنساب المياه من هذه الأقسام إلى الدور، كل حسب يعني حاجته أو حسب اشتراكه في المياه. تدخل هذه المياه إلى ما يسمى البحرة، في كل بيت كان يوجد بحرة، تدخل المياه إلى البحرة ومن ثم إلى الحمامات وتوزع إلى. فلم يكن في دور سوق ساروجا أنابيب مياه في عين فيجي. يخرج الأولاد ومعهم الجرة يملؤونها من الكباسة في الساحة العامة، ثم يعودون بها إلى البيوت. هذه الساحة كان في 3 نقاط علامة فيها. النقطة الأولى في مكان محل كبير متجر لشخص من آل الخن. آل الخن من الميدان، هم الأصل الأسرة. هذا الشخص كان يبيع ألعاب ويبيع أشياء للأطفال، لكن في نفس الوقت كان يصنع مفرقعات من أجل المتظاهرين والسوار أثناء الاحتلال الفرنسي. المفرقعة عبارة عن كتلة زجاجية بحجم تقريبا يعني طابة البينج بونج من زجاج، ويحشوها بالبارود ولها حلقة صغيرة، بصورة أنه إذا عندما تلقى على الجنود تنفجر وتحدث أضرار في الزجاج يتطاير منها. هذا محل. محل آخر كان مقهى تعرض فيه أفلام يعني أو رسوم متحركة كرتونية، سموها كراكوز وعواز. كنا أحيانا نروح نتفرج نحن أطفال صغار مع والدي رحمه الله. والمحل الآخر هو عبارة عن صيدلية. هذا لا يزال الصيدلي في ذهني، صيدلية كبيرة لكنه هو كان يصنع كل الأدوية.
هو كان يمارس عملا كأنه طبيب. ترى تدخل إلى الصيدلية ترى عدد من الناس جالسين على الكراسي كل ينتظر الدواء الذي يركبه له الصيدلاني ويخرج. هذه النقاط العلام في سوق ساروجا. قضيت جزء من طفولتي في هذا الحي. ثم اشترى والدي رحمه الله بيتا في حي القنوات فنقلنا إليه. فوجئنا أو فوجئت والدتي وأخوالي بأن هذا البيت كان محجوزا، يعني اشتراه الوالد مع أنه عليه إشارة حجز. والدي رحمه الله كان رجلا مسالما بسيطا، يعني لا يدقق في المسائل هذه كلها، وكان يمتهن تصليح الساعات. فعندما علم، كان عندي خالي الله يرحمه حاج توفيق مغربية، عندما علم فهو تصدى للموضوع واستطاع أن يسترد المال من البائع الذي باع عقاره وهو محجوز. كان يمكن المال كله يذهب ويضيع، فاستطاع باعتباره كان صاحب نفوذ وشخصية قوية، استطاع أن يسترد المال من صاحب من بائع الدار ويرده إلى والدي. كنا مضطرين لأن نفرغ البيت بصورة مستعجلة، فأعارنا خالي رحمه الله دارا في الشهداء، في حي الشهداء، نقلنا إليه لفترة زمنية بسيطة. وفي تلك الفترة أشاد والدي بناء في حي عين الكرش. حي عين الكرش الأساس كان يسمى بستان الكركي، هو عبارة عن بستان فعلا، بستان كبير. يعني دمشق أول منطقة تم تنظيمها في خارج الدور القديمة في دمشق هي حي الحلبوني. حي الحلبوني كمان كان بستانا، بستان الحلبوني، تم تنظيمه وبنى فيه رئيس الجمهورية السورية الشيخ تاج الدين الحسني بناء لا يزال موجودا حتى الآن. استعملته الأجهزة القمعية فترة زمنية كسجن، وكنت فيه في فترة من الزمن. فريثما أشاد والدي رحمه الله بناء في عين الكرش، كنت أحضر معه، والتراب شبرين تقريبا فوق الأرض، ما كان في أسفلت، بستان يعني بستان يمر منه ساقية ماء تتفرع من نهر بلده. ويأتي المتنزهون في الربيع إلى هذا البستان معهم طعامهم وشرابهم، يعني وكنا ننظر إليهم من نافذة البيت. يعني لما بنى والدي البناء لم يكن في المنطقة سوى 3 أو 4 أبنية، والباقي كله بستان. هذه كانت بداية الغوطة الحية. فحي عين الكرش بني بعد حي الحلبوني، وكان ينظر إليه كحي راقي، يعني كان فيه يعني كبار موظفي الدولة، أمناء عامين، قضاة، كانوا فيه كبار رجالات الدولة في هذا الحي. وانتقلنا إليه. أنا أذكر وأنا طفل في هذا البيت شاهدت. طيب طيب في يكفي هنا؟ لا، في فترة الطفولة يعني كان في لك أخ بشير رحمه الله وأخت. نعم، يعني حدثني عن أخوك ويعني نعم. طيب، ذكرياتك مع أخوك وأختك يعني. طيب، رحمه الله. أنا قلت عندما كنا في عين الكرش شاهدت يعني حفلا حضره الشيخ تاج الله يرحمه، الشيخ تاج الحسني، في شارع 29 أيار، نصبوا سرادقا ومر العسكر من هناك، واستعراض عسكري، مناسبة من المناسبات لا أذكرها على كل الأحوال، أيام الاستعمار الفرنسي. نحن كنا 3 أخوة، أنا الأصغر بينهم، وأختي مكرم رحمها الله أكبر مني بسنة وبضعة أشهر، وأخي بشير الأكبر يكبرني ب3 سنوات. أخي ترك الدراسة بعد أن أنهى المرحلة الابتدائية،
يعني في ذاك الوقت الشخص الذي يحمل شهادة ابتدائية شغلة كبيرة كان، يعني نسبة متعلمين نسبة قليلة، فهو آثر أن يترك التعليم وهو طفل صغير، يعني كان عمره شيء ما بذكر يمكن يعني شيء 13-14 سنة، وبدأ يعمل في عامل في محلات بيع الأقمشة في سوق الحميدية. يبدو هناك أصيب بعدوى، عدوى جرثومة السل، فأصيب بمرض السل وعانى منه سنوات، تقريبا بضع سنوات عانى منه إلى أن وصل إلى مرحلة بيسموها المرحلة الثالثة في مرض السل. فتوفي، كان عمري أنا 16 سنة وهو كان 19 سنة، توفي نتيجة مرضه مرض السل. وطبعا فقد الولد ما هو عملية سهلة، رحمة الله على والدتي، حتى وفاتها كانت تذكره جيدا ورحمه الله. هو يعني لم يتابع دراسته، والشيء الأساسي أنه أنا ورثت منه الشنتاي. إحنا لما كنا في الابتدائي في المدرسة الابتدائية ما كان عندنا شناتي، يعني فكانوا يخيطون قطعة قماش يسموها خرج، يعني أشياء يوضع في الكتب. فعندما هو ترك المدرسة في السنة الخامسة أنهى دراسة الابتدائية أعطاني الشنطة، عنده شنطة جلد أخذتها، صارت أنا عندي شنطة في الشغلة كبيرة هذه. رحمه الله، الله يرحمه. نعم. طيب أستاذ هيثم، ما بين 1931 و1951 عصرت الاحتلال الفرنسي لسوريا ومرحلة الاستقلال الذي ناله السوريون عام 1947 وأول تجربة ديمقراطية في حكم شقري القوتلي والتي انتهت عام 1949 بأول انقلاب عسكري الذي جاء بحسن الزعيم ولم يعني يبقى في الحكم أكثر من 5 أشهر، وبعدين في عام 1951 انتهت فترة هاشم الأتاسي. هل لك عن تتحدث عن أبرز ذكريات في هذه الفترة؟ نعم، على كل الأحوال يعني نحن ما كنا نسكن في حي عين الكرش، كانت أواخر أيام الحرب العالمية الثانية، في أواخرها سوريا خضعت لجيش أو لحكومة فيشي في فرنسا، ولم يكن الفرنسيون يعني عازمون على مغادرة سوريا. استؤجر يعني في عام 1936 كانت هناك مفاوضات بين الجانب السوري والجانب الفرنسي، استؤجر كاتبان ليكتبا في فرنسا مواضيع ومقالات ورسائل للحكومة الفرنسية يحثانها على عدم الخروج من سوريا بسبب الخوف من تعرض الأقليات في سوريا لاضطهاد أو لأعمال عدوانية، بالتحديد العلويون والدروز والمسيحيين. هذه يعني أمور ذكرها المرحوم رئيس وزراء السوري الدكتور معروف الدوليبي في مذكراته. ففي تخويف دائما في من الأقليات، أن الأقليات قد تتعرض لاضطهاد أو ما شابه ذلك. الشعب السوري الحقيقة شعب واعي كثير، ويعني ينبذ الطائفية ويحارب الطائفية على كل الأحوال. فالمرحلة هذه الفرنسيين لجوا إلى قصف دمشق قبل أن يخرجوا بفترة لا بأس بها، فأحرقت ما يسمى منطقة الحريقة، هي كانت بالأساس كلها أبنية، احترقت الحريقة فسميت الحريقة يعني. وقصفوا بعض أماكن في شارع العابد، وقصفوا البرلمان، دخل الجنود إلى جنود الفرنسيين وذبحوا حامية البرلمان من الشرطة، وكان في يعني مجزرة بشعة الحقيقة.
الاستعمار الفرنسي يتميز بشراسته أكثر شراسة من الاستعمار البريطاني، وهو يعتمد ركيزتين أساسيتين في استعماره: الإفقار والتجهيل. فلا يهتم بالشعب، بل يدفع باتجاه أن يكون جاهلا ويستنزف ثرواته. ففي نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 دخل جيش دوغول إلى سوريا بدلا عن فيشي، جيش فيشي الذي طرد طبعا. جيش فيشي كان مواليا للنازية ومواليا لهتلر، فجاء دوغول ودخل الجيش الفرنسي محررا، ما يسمي نفسه محررا سوريا من الفيشيين. وعندما يعني جرى الاعتداء على المواطنين المدنيين وقصفهم، تدخلت القوى البريطانية وأزاحت الفرنسيين، وخرج الفرنسيون من سوريا في ذلك الوقت. وكانت يعني أيام الفرنسيين أيام صعبة وسيئة مع الأسف الشديد، لأنه يعني للإشارة إذا كنا أحببنا أن نقارن، الفرنسيون في أثناء استعمارهم سوريا حصل دائما كان في هناك ثورات واضطرابات ومظاهرات ضد الفرنسيين، وصار في ثورات كثيرة. طبعا الثورة الرئيسية ترأسها سلطان باشا الأطرش، اللي هو ليس سنيا ودرزيا، ومع ذلك يعني الثوار بعامتهم قبلوا قيادة شخص درزي ولم يصروا على أن يكون القائد الثورة شخصا مسلما أو سنيا، أو لم يدخلوا في هذه اللعبة الطائفية، وترأس الثورة سلطان باشا الأطرش ونجحت الثورة طبعا بالنسبة له. طيب هل شاركت أنت في أحد هذه المظاهرات ضد ال؟ وقت كنا صغار كنا نخرج، يعني ما نعي المسألة، كنا صغار نخرج من المدارس، كل الناس كل الأطفال يخرجوا من المدارس إضرابات، وكان يعني يجري ضرب التجار محلات تجارية بالحجارة حتى يغلقوا المتاجر. التجار في الغالب ما بيرغبوا إغلاق متاجرهم، بدهم يعني يستفيدوا يعني ويحصلوا على الأموال. فكنت أنا صغير أخرج مع الأولاد كما يخرج الآخرين. في هنا قيادات لا نعرفها، القيادة هي قيادة سياسية كانت في البلد. حركة التحرير في سوريا قادتها الكتلة الوطنية. الكتلة الوطنية اللي كان فيها كبار الشخصيات الوطنية من أمثال شكري القوتلي وآخرون. هؤلاء هم الذين قادوا التحرير في سوريا. فنحن نخرج صغارا أطفال من المدارس، ثم من حيث النتيجة يعني انتقلت من الدراسة الابتدائية، انهيت الدراسة الابتدائية. كنت الحقيقة يعني جلسة طريفة، الله يرحمها والدتي، لما انهيت المدرسة الابتدائية كنت كان لي قريب ابن خالتي عنده معمل خراطة مخارط، فكنت أمر أتفرج على الآلات، هذا يعني الآلات كيف كانت تمشي وتتحرك، يستهوي الأطفال. فلما أخذت شهادتي الابتدائية جلست مع والدتي، قلت لها أنا بدي ما أكمل دراستي. قالت لي شو بدك تشتغل؟ الله عليها. فقلت لها بدي أشتغل ماكينسيان، فهي صرخت في وجهي: إياك تعود للكلام هذا مرة ثانية، أبدا لا تكمل دراستك. قطعت وأكملت دراستي طبيعة الحال. يعني دخل المرحلة الإعدادية، كنا في مدرسة خرج منها كانت ثكنة عسكرية خرج منها الفرنسيون، مدرسة ابن خلدون قرب الفندق الميريديان الآن، كانت أكبر مدرسة في دمشق، كانت أصلها ثكنة عسكرية. قضيت فيها مرحلة الإعدادية وما قبل البكالوريا بسنة واحدة، حيث خرجت وأكملت دراستي في المعهد العربي الإسلامي، حصلت على البكالوريوس في المعهد العربي الإسلامي. يعني كنت أنا شوية مشاغب في المدرسة، وهذا الشغب يعني غير محمود لدى الأساتذة، يعني هكذا هي الأمور.
الله يرحمها يعني ويجزيها الخير يعني نظرتها البعيدة إن شاء الله بيكون لها تأثير على مستقبل سوريا. رحمة الله عليها والله. أنا الحقيقة يعني دائما أتحدث، طبعا والدي الله يرحمه كان يعني أب رائع مثالي، لكن أنا أدين بالفضل لوالدتي أكثر من والدي، لأنه هي كانت كثير حريصة على متابعتي بكل كبيري وصغيري، حتى في طريقة حديثي في طريقة كلامي دائما هي يعني تنبهني إلى الأخطاء، هذا بيصير وهذا ما بيصير وهذا كذا وهذا عيب وهذا كذا إلى آخره. فيعني أنا كنت شوية يعني حمش مثل ما بيقولوا، فهي كانت تسعى إلى تهذيبي في هذه المسائل. حبيبي والدي كان رحمة الله عليه كان يعاملني كصديق، يعني ما كان يعاملني كأب، يعني برغم الفارق الكبير بالسن بيني وبينه، فكان يصطحبني تقريبا بكل جولاتي، يعني لما أكون خارج الدراسة طبعا إذا ذهب زيارة صديق أو كذا يأخذني معه ويحدثني حديث الصديق ولا يحدثني حديث الأب، ولا يملي علي عمره ما والدي ما أملى علي الحقيقة أي شيء إملاء، وكان يعني وجه لي كلام لطيف ونصح خفيف من غير أن يشعرني أنه أنا هو يعني والد وهو يطلب مني أشياء محددة، بعمري ما شعرت فيها هذه، وترك لي الحرية الكاملة في التصرف في كل شيء، عمره ما قال هذا لي لما عملت هكذا ولما لم تعمل هكذا ولما كذا إطلاقا. والدتي هي التي كانت تتولى هذه الأمور كلها، فرحمة الله عليهما. أي نعم. طيب قربت من والدي يعلمني تصليح الساعات، رفض لي هذه مسألة مشان العيون مش منيحة. قرأت في إحدى المقابلات بأنه تم توقيفك للتحقيق معك أول مرة عام 1951، وكنت وقتها في 19 من عمرك، والمناسبة هو نفس العمر الذي اعتقلت فيه أنا عام 1980. هل لك أن تتحدث لنا عن ما حدث وما هو تأثير هذا اليوم على نفسيتك أو على شخصيتك؟ أنا الحقيقة في هذيك الفترة شاب بأول عمر مندفع بريد يعني ساوي شيء، يعني كأي شاب آخر، يعني نحن في هذيك الأيام يعني كنا نحن من معاني سامية، معاني جميلة، أخلاق، يعني تربينا على الأخلاق والاستقامة، فأنا كنت دائما ناقد للفساد، ناقد للمشكلات الموجودة في البلد، طبعا ما كان أقلها يعني، لكن أعتلي منابر المساجد وأحيانا أخطب في الناس بدون مناسبة، وبعد ما ينتهي تنتهي الصلوات الجمعة أحيانا أعتلي المنابر وأتحدث إلى الناس. ففي يوم الحقيقة كان فيما أعتقد يوم كان يوم جمعة، لكن الطقس لم يكن صيفيا، إما في الربيع وإما في الخريف، لا أذكر على الضبط التاريخ، لكن هو كان يوم جمعة، وأنا كنت أسير عند عرنوس، منطقة عرنوس، كان هناك مخفر شرطة، فجاء شرطي وربت على كتفي وقال إنه رئيس المخفر بيريد يشوفك. مشيت معه طلعت المخفر، كان موجود رئيس مخفر مساعد بالشرطة، قال تفضل هلا بيجي رئيس القسم ضابط يعني. طيب جلست بعد شي نصف ساعة وإذ يعني أحذية عسكر على الدرج، وجاءوا دخلوا قال له جبناه، شو جبناه ما عرفت الحقيقة، وإذ شفت مجموعة من الشرطة العسكرية معهم مساعد، اقتادوني من مخفر الشرطة إلى الشعب الثانية. الشعب الثانية كانت في الأركان، مبنى الأركان، كان مكان الآن فندق الشام، هنا كان مبنى الأركان العام في دمشق بواب الصالحية، وأدخلوني إلى ضابط أظنه من آل الجابي من حما، من آل الجابي ما عاد أذكر الاسم الأول، يمكن مطيع يمكن، بس من آل الجابي من حما هو ضابط، ما أذكر قديش رتبته بس هو ضابط يعني. فجلست وبدأ يستجوبني حول المسائل وتطرق إلى في هناك
زعيم. الزعيم ايش يمكن كان برتبة عميد، زعيم من آل بنود، آل بنود العائلة بنود، ما أذكر الاسم الأول. ظنوا أنه أنا ألاحق هذا الزعيم أو أترصده، أو يعني ممكن كان في خوف من حادث عنف ولا شيء من هذا القبيل. يبدو أنه كان الموضوع ليس بهذا الشكل، بس على كل الأحوال فجلست عنده بعض الوقت ويتحدث معي وسألني عن عنوان البيت. أعطيته عنوان بيتي، بيت أهلي طبعا في عين الكرش. فأحضر عسكري وقال له روح معه ورافقه حتى البيت، إذا تأكدت أنه البيت العنوان مظبوط اللي أعطانا إياه تتركه، وإذا كان غلط رجعه. فمشيت مع العسكري، وصلنا للبيت نبهت العسكري قلت له لا، لما تطرق الباب لا تقول لهم والله هون بيت فلان، قال لهم هون فلان حتى يشعروا أنه أنت رفيقي أو شيء من هذا، مشان والدتي ما يعني تنزعج. لكن ما أحسن التصرف، ففوجئت والدي الله يرحمها بعسكري واقف على الباب. فهو لما تأكد أنه أنا بيتي مضبوط هناك تركني. لكن فيما بعد كان مواجه بيتنا في شخص يصلح دراجات هوائية، قال لي والله هذا كان له 6 أشهر بيجي بيقعد هون بيراقبك، وأنا مش داري أنه في ناس بيراقبوني يعني. فإنما أنا يعني هذه الحادثة ما أثرت علي، بمعنى أنه أنا تركت التكلم في المساجد أو الحديث أو النقد، ما أثرت علي الحادثة. طبعا بآخر نفس السنة دخلنا الجامعة أظن في كلية الحقوق. أنا بالمناسبة كمان المناسبة أخرى، أحيانا الإنسان يعني ما هو الذي يعني يحدد حياته، كثير من الأحيان تلعب القدرة الإلهية أو القدر يلعب دور أساسي. عندما تقدمت إلى الجامعة طلبت أن أدخل في كلية طب الأسنان وقبلت في كلية طب الأسنان، جاء صديق يعني قال يا أخي شو بدك تشتغل طبيب أسنان طول النهار تشم روائح البصل والثوم وكذا أسنان الناس تكش أسنانهم، إنه كان شو نسوي؟ قلت له حقوق أحسن. أنا في المناسبة كنت عازم هذاك الوقت أن أدخل الكلية الحربية، لأنه أنا كنت رياضي أرفع أثقال ويعني جسم رياضي كان طولي مناسب. فتقدمت للفحص للكلية الحربية، كنت أنا ومعي صديق كان اسمه أمين قدسي، تقدمنا إلى الكلية الحربية مع بعض. لكن يبدو أنا يعني غير مرغوب فيه أو غير مقبول أن أدخل الكلية الحربية، يعني منذ زمن يبدو في علي إشارة استفهام، أنا خلفية إسلامية وتيار إسلامي أو شيء من هذا، ما أعرف الحقيقة. لكن على كل الأحوال ما تسنى لي روح على الكلية الحربية، وتقدمت إلى كلية طب الأسنان فقبلت. ثم جاءني صديق قال يا أخي شو بدك بهالشغلة، فحولت من طب الأسنان رحت على الحقوق. فلم يكن في مخيلتي أنه أنا أدرس شيء معين، ما كان الحقيقة عندي غرابة أنه أدخل كلية ضباط، يعني بالنسبة لي كنت كما يهواها الشباب في ذاك الوقت، كان نادي الضباط في طريق الصالحية وكنا نشوف الضباط حاملين النجوم ماشيين يعني يستهوي الشاب الصغير. لكن الله ما شاء في ذلك يعني. دخلت كلية الحقوق، وكان عددنا أظن ذاك الوقت في الصف الأول 100 طالب أو 125 طالب ما أذكر على الضبط يعني. وعندما تخرجت كان عدد المتخرجين 45 طالب فقط، تخرجنا 45 طالب حقوق. عملت دراسة دبلوم في القانون العام الدولي، ثم انخرطت يعني عملت أنا في أكثر من عمل حقيقة. عملت في إدارة المدارس، ثم عملت محامي، بدأت اشتغلت محامي، بعدين انتقلت إلى القضاء. انتقلت إلى القضاء في 58، عينت في مدينة مصياف تابعة لحماة، عينت قاضيا شرعيا هناك. ثم استلمت المحكمة كلها، محكمة شرعية ومحكمة صلح، وعملت فترة زمنية لا بأس بها. والحمد لله المواطنون هناك يذكرونني بخير
لأنه كنت حيادي، يعرفون أنني كنت حيادي، وأحاول أن يعني أتلمس وجه الحق في القضية التي تعرض عليه. فعلى كل الأحوال ثم انتقلت من هناك إلى درعا، نقلت إلى درعا. ف 51 هكذا يعني بقيت فترة فيما بعد شوية كنت أشعر أنه في علي مراقبة أو في شيء. طيب إذا ما كانت هذه يعني نقطة التوقيف هذه هي المؤثرة، شو ممكن تقول أنه اللي أثر على حياتك وخلاك تهتم بأمور حقوق الإنسان والشأن العام يعني أكثر من غيره؟ واللي أثر الحقيقة دراسة القانون، دراسة الحقوق. الحقوق دائما مثل ما قال لي صديقي لما اقترح علي أنه أدخل كلية حقوق اللي مجالها واسع، فعلا الحقوق مجالها واسع. دراسة الحقوق تعطي الإنسان رؤية صحيحة للحياة الصحيحة. لما بيشوف في أخطاء، في انحرافات، يحاول أن يجلسها، لأنه هو يعتقد أنه هذا خطأ وهذا صواب من ناحية قانونية. فدراسة الحقوق لوحدها تعطي الإنسان، إذا كان صح يدرس حقوق يعني ويفهم معنى الحقوق يعني بالتالي. بس يعني مثل ما قلت أنت هلأ في كان معك حوالي 150 يعني طالب حقوق ودرس الحقوق، بس يعني ما كان في واحد من 150 غيرك اهتم بهالأمور. يعني هذه مسألة سبحان الله، الإنسان أحيانا الله عز وجل يعني يلهمه في أمور، ما يختار الإنسان طريقه، في الغالب لا يختار طريقه، في الغالب يعني سبحان الله رب العالمين يهيئ الإنسان الطريق الذي يعني سيسلك فيه من غير أن يشعر الإنسان في ذلك. يعني أنا دخلت طبعا محامي ثم اشتغلت في القضاء، كنت بعيد جدا في القضاء، كنت بعيد عن أي عمل سياسي، إلا أنه أنا كنت أرصد الحالة العامة في البلد. طبعا لما وقع انقلاب 1963، انقلاب 1963 كان يعني هو الحادث الحقيقي المفصلي في حياتي. الانقلابات اللي حصلت في الأول ما كنت أنا لسه نضجت فكريا لمعنى الانقلاب. معلوم أول شيء انقلاب حسني الزعيمي اللي حصل سنة 1949 كان هدفه نقطتين أساسيات، هو صناعة أمريكية. أولا لو رجع المشاهد إلى كتاب لعبة الأمم لمايلز كوبلاند لوجد أن هذا الانقلاب صناعة أمريكية، صنع في السفارة الأمريكية في دمشق. حسني الزعيم انقلابه كان الهدف من انقلاب حسني الزعيم نقطتين أساسيات، تمرير اتفاقية تابلاين ومفاوضة الكيان الصهيوني في فلسطين، وحصل هذا الأمران. وثم حصل انقلاب على حسني الزعيم، أمضى في الحكم تقريبا 4 أشهر ونصف. يعني هو كان عليه أن يفعل شيء ما وفعله، وتم تصفيته هو ومحسن البرازي رئيس وزارته، وجاء بعده الحناوي وتسالت الانقلابات. المؤسف يعني في ذاك الوقت لم يكن لدينا بالإجمال السوريين وعي سياسي عن معنى أن يأتي عسكري فينقض على السلطة ويقصي مجلس نيابي منتخب. يعني هذا مجلس النيابي يمثلني ويمثل الآخرين، فليس لهذا الضابط أو للضباط أو للعسكريين يقوم بانقلاب ويخطفون السلطة من نظام شرعي، من نظام برلماني. لكن الناس ما كان في عندها الوعي الكافي يعني فيما يبدو لي يعني. ومع الأسف الشديد الانقلابات في معظمها ساهم فيها أحزاب سياسية، ساهموا فيها شخصيات سياسية تعاملت مع الانقلابيين، وهذا كان من الأخطاء الكبيرة في العمل السياسي في سوريا. يعني فلما جاء انقلاب 8 آذار، أنا كنت طبعا قاضي صلح في تلك الفترة في دمشق، وأصدرت السلطة العسكرية التي يعني استولت على السلطة بقوة السلاح، أصدرت مرسومة بإعلان حالة الطوارئ، أعلنت حالة الطوارئ وأرسلت مرسوما، أصدرت مرسوما لم أسمع به من قبل. هذا المرسوم سموه مرسوم العزل المدني. هذا المرسوم يقول يعزل
مدنيا كل من الناس التالية أسمائهم، أدرجوا قائمة بأسماء الناس المعزولين، منهم أساتذة الجامعات ومنهم قاضي كان اسمه أحمد الراشد، كان زميلنا في المحكمة. أحمد الراشد انتدب إلى العمل في القضاء العسكري، وحكم على من قاموا بمجزرة حلب، ضباط بعثيين قاموا في مجزرة حلب على رأسهم إبراهيم العلي، قتل 4 ضباط في الجيش خلف مكاتبهم، منهم نصوح النعال، منهم كامل عرنوص، دول 2 من دمشق، يعني ضابطين من دمشق ولا أذكر الضابطين الآخرين. فحكم الأستاذ أحمد الراشد، المرحوم أحمد الراشد، حكم على إبراهيم العلي بالإعدام. فلما وقع انقلاب 1963، أول شيء عملوا مرسوم العزل المدني، فشمل أحمد الراشد العزل المدني، ثم في مرسوم آخر اعتبر كل من شمل العزل المدني مسرحا من وظيفته. هذا طبعا ما بيجوز بالنسبة للقاضي، القاضي يتمتع بحصانات، صرف القاضي له أسلوب الخاص، إما أن يحال إلى مجلس تأديب فيحكم تأديبيا، وإما أن يرفع الحصانة عنه حتى يمكن تسريحه، ولا يمكن تسريح القاضي بدون رفع الحصانة. ومع ذلك يعني صرف القاضي أحمد الراشد من وظيفته بدون رفع الحصانة وبصورة مخالفة للقانون. لكن هذه بداية انتهاك لكل شيء، لكل القوانين في سوريا. يعني صورة كانت من قام بالانقلاب صورة بشعة لانتهاك القوانين. وهكذا بدأت أمور. أنا من ذاك الوقت انزعجت جدا من عملية صرف زميلنا أحمد الراشد من القضاء، وقمت بتنظيم عريضة احتجاج، وقعتها تقريبا من شي 50 قاضي في دمشق، وفي الآخر سلمتها للمرحوم نور الغزي، كان رئيس تفتيش قضائي، على أساس تشكل لجنة وتحمل هذه الموثيقة إلى قيادة ما يسمى قيادة الثورة تبع حزب البعث، لتسليمها إليهم والاحتجاج على صرف قاضي أحمد الراشد. فيما يبدو ما بعد ذلك خشية الناس أو خشية القضاة من أن يروحوا على مجلس قيادة الثورة ويقدموا الاحتجاج، فيما يبدو هكذا، ونامت القضية. في هداك الوقت أنا قلت لهم ستنتظرون ضربات مقبلة، لأنه هذا يعني نظام البعث قام على أساس جس النبض بالأول، يقوم بعمل وينتظر رد الفعل، فإذا شاف رد فعل قوي يتوقف، شاف الناس ما اهتمت يتمادى في العدوان. طبعا هذا حصل، يأتي ذكره فيما بعد. هذا ما دفعني الحقيقة، يعني ما كون شخصيتي مجموعة عوامل، ليس عامل واحد، قد يكون استجوابي للمرة الأولى في الأركان العامة في الشعب الثاني، كانوا يسمونها الشعب الثانية، المخابرات العسكرية يعني الشعب الثانية، وأحداث دخولي، عدم السماح لي بدخول الكلية الحربية، دخولي إلى الجامعة، وطريقة تحولي إلى كلية الحقوق، مجموعة عوامل. من كلية الحقوق طبعا يعني أنا كنت نشيط في الجامعة، طبعا كنا نحن أنا وبعض الأخوة نشكل لجنة مسجد الجامعة. مسجد الجامعة كان منارة علمية هامة في سوريا، نتحدث فيها عنها فيها بعد. فكنت أنا والدكتور محمد هواري، الدكتور هيثم خياط، سعيد طنطاوي، سعيد مولك وآخرون، كنا معا نشكل لجنة مسجد الجامعة من أجل ترتيب الخطاب وترتيب المسائل هذه وإدارة. وهناك كان نشرة تصدر، نشرة يكتبها الطلاب، يعني عبارة عن كراسة صغيرة فيها موضوع صغير، جمع كل هذه النشرات صديقنا زهير شاويش في بيروت، طبعها في 3 مجلدات جميلة جدا. هذا تاريخ مسجد الجامعة. مسجد الجامعة كان منارة علمية عظيمة جدا في دمشق، تعاقب على منبره معظم شخصيات العالم الإسلامي. طيب، قبل بدء مرحلة الانقلابات مرت سوريا بمرحلة ولو قصيرة، يعني
حكم ديمقراطي. نعم. يا ريت تعطينا فكرة عن هالفترة هي حتى يقدر المشاهد العزيز يعني يقارن بين فترة الحكم الديمقراطي وفترات القمع العسكري. هي مرت سوريا الفترة الأولى هي من 1945 لما خرجوا الفرنسيين، بداية تجربة ديمقراطية في سوريا، ما أكملت التجربة الديمقراطية فترة البرلمان الأول يعني أو المجلس النيابي الأول، فحصل انقلاب حسني الزعيم، ترأس هذه الفترة المرحوم شكري القوتلي. شكري القوتلي، أنا كتبت مقال خاص عن شكري القوتلي حقيقة، مقال ملفت للنظر. شكري القوتلي يعني رجل نظيف يعني مستقيم، بعدين طيب هو القلب وبسيط رجل يعني، ما يعني ليس هو معقدا، يعني مارس عمله تقريبا هو شكري القوتلي للمعلومات. ولما كان في الكتلة الوطنية هو من أثرياء دمشق، وهو من الشاغور كمان، نحن أصولنا من الشاغور كمان، أصل بيت المالح من الشاغور. فشكري القوتلي رحمة الله عليه باع أمواله كلها، صرفها على الثورة أيام الفرنسيين، كفاح ضد الفرنسيين. ثم توفي أخوه شكري القوتلي الله يرحمه، وهو كان ثري غير متزوج، ليس لديه أولاد، ورثه شكري القوتلي. تصرف في كل أمواله أثناء رئاسته للجمهورية في مرحلتين، مرحلة 45 ومرحلة ما قبل الوحدة. مرحلة ال 45 يعني كان يسكن في حي الرئيس، بيسموه حي الرئيس، في منطقة الجسر الأبيض. كثير من الأحيان كان يطلع من بيته إلى قصر الجمهوري ماشيا، يعني ليس بالضرورة أن يكون عنده سيارة أو معه جيش من خلفه وجيش من أمامه، يعني يطلع ماشيا. في إحدى المرات صادف أنه اثنين من أصحاب المحلات التجارية بالربيع، الشوام بيحبوا يأكلوا فول مدمس بالربيع كثير، جالسين بياكلوا فول مدمس شخصين من خارج محلهم، مروا شكري قوتلي في الطريق فسلموا عليه، صبحوا صباح الخير شكري بيك تفضل، دعوه لانه ياكل معهم، فجاء اخذ خبزه ووضع لهم مشي يعني ببساطه جدا يعني. رحمه الله عليه كان انسان رائع مهذب. انا كنت في يوم من الايام انا طالب جامعه، كنت في جامع لالا باشا حيث كنا في عين كرش، كنت طالب بنطلون وقميص بدي اصلي يعني في الجامعه انا، واذ وجدت شكري القوتلي داخل المسجد وحاشيه القصر ما في معهم احد، يعني معهم بس كان عبد الكريم العائدي من الشخصيات، اطول شخص في سوريا كان يمكن طوله مترين، متميز عن الناس يعني. فلما انتهت الصلاه انا صعدت المنبر راسا كعادتي يعني، بدأت بدي ألقي خطبة، كان شكري القوتلي نهض وبدأ يسير خارج المسجد، لما شافني صعدت المنبر عاد وجلس على الأرض في الجامعة. يعني هذه الأخلاق العالية يعني. حتى هذا العائدي الله يرحمه عبد الكريم العائدي اسمه، صرف كلمة قال له كلو 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 منين هذا أجانا، عوق الرئيس، عوق الموكب الرئيس يعني. ف جلس شكري القوتلي الله يرحمه حتى اتممت كلمتي وبعدين خرج يعني. يمكن انا اليوم لو خرجت على المنبر اريد ان القي كلمه امام هذا الرئيس الحالي الذي يقتل الناس كانوا قتلوني. فمع الاسف الشديد يعني شكري القوتلي كان رجل نزيه، صرف ماله فيما بعد كله، لم يكن يقبض راتبا. شكري القوتلي عامل بدون مرتب ولم يتقاضى أي قرش سوري من الدولة وتصرف بماله. أنا صفيت تليفون، صفيت تركة شكري القوتلي رحمة الله عليه، وحين وفاته وتوفي في بيروت للذكرى كمان للتاريخ، هذه مسألة مهمة ولو انتقلنا لمرحلة ثانية. شكري القوتلي الله يرحمه كان مريضا في بيروت، الملك فيصل ملك العربية السعودية أرسل له محمد بن لادن والده لأسامة إلى بيروت، واستأذنه في أن يسدد الملك فيصل ديونه، وكان مدين للمصرف التجاري السوري،
وأمواله كلها محجوزة، كان ما لدى شركة قوة لمطعم أموي في السنجاقدار، وكتلة بناء قديمة جدا في جسر فيكتوريا، وثلاث أرباع قطعة أرض مطلة على حديقة الجاحظ في غرب أبو رمانة. هذا ما كان كل ما يملك، وهذه العقارات الثلاثة محجوزة للمصرف التجاري السوري. استأذن محمد بن لادن شكر قوتي من أجل أن يسدد الملك فيصل ديونه فرفض، وبيعت هذه العقارات وسددت الديون كلها، أموال العقارات قيم العقارات إلى المصرف التجاري السوري ديونا على شكر قوتي. وتوفي شكر قوتي لا يملك قرشا سوريا واحدا، لا يملك شيء. أنا شخصيا صفيت تركة، وكنت يعني شخص أساسي في، وقطعة الأرض المطلة على حديقة الجاحظ أنا بعتها لأحد تجار الأبنية وشيدت بناء. طيب، واشترى فيها رفعت الأسد الطابق الأخير وخالف بطابق آخر فوقهم. نعم. طيب أستاذ هيثم، يعني الحديث شيق كتير، والمرحلة تاريخية فعلا الواحد يحب يسمع عنها أكثر، ولكن الوقت داهمنا الآن لإنهاء هذه الحلقة. نشكرك أستاذ هيثم مالح، شكرا للمشاهدين، ونتابع في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.